كل سنة وانت طيبة يا مامتي. وانت طيب يا عفريت. بقولك يا مامتي، هو انت مش ناوية تجيبيلي لبس العيد؟ يا عفريت ده عيد لحمة مش عيد لبس، وغير كده ما تعطلنيش بقى عشان رايحة السوق. طيب يا ماما. المهم يا حبايبي بحبكم جدا جدا جدا، وعايزكم بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان عايزين نوصل لرقم كبير قوي قوي قوي، وكمان بقى عايزكم تعملوا لايك للفيديو وسلوا لاصحابكم يا حبايبي بحبكم. بقول لكم ايه، هو بابا مش هيجيب لنا لبس العيد ولا ايه؟ مش عارفه يا عفريت، بس تقريبا مش هيجيب لنا العيد ده. لا هيجيب لنا، ده انا ما جبتش في العيد الصغير لبس. طب يلا نقوم، اطلع تسوق بابا هيجيب لنا ولا ايه؟ اه ما انا قايم اهو. كل سنة وانت طيب يا بابا. وانت طيب. شكل بابا كده مزاجه مش رايق النهارده. بتقول ايه يا زفت؟ ابدا يا بابا مش بقول. طيب بقولك يا بابا، العيد داخل علينا وكل سنة وانت طيب بقى. ما انا عارف ان العيد داخل علينا، ما انا قاعد مستنيه اهو. هو مين اللي انت قاعد مستنيه يا بابا؟ العيد. ايوه صح، بس يا بابا في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. اتكلم. بص يا بابا، انت قلت لي في العيد الكبير هجيب لك لبس، وهو العيد الكبير داخل علينا اهو. العيد الكبير ده عيد لحم. هو ايه ده يا اختي، هو لونجو اخر كده ليه؟ اكيد بيقنع بابا باللبس يا عفريت، كل ده بيقنعه، ده اخر قوي. ايه يا لونجو، هنروح نجيب اللبس انت؟ لا ماما محدش هيجي، بابا قال لي ان العيد ده عيد لحمه ومحدش بيجيب فيه لبس. بس انا ماليش دعوه، انا لازم اجيب لبس العيد. ها وانا اعمل لك ايه يعني، عندك بابا اهو، روح قول له. عندك حق يا لونجو، لازم بابا يقتنع. تعمل ايه يا عفريت، تعمل ايه يا عفريت؟ بس لقيتها. هي ايه يا عفريت اللي لقيتها؟ ما تخافوش، هروح اكلم بابا واخليه يجيب لكم لبس العيد. يعني انت يا عفريت اللي هتخلي بابا يجيب لبس العيد؟ اصبروا لما اروح اكلمه واقنعه، ما تقلقوش. كل سنه وانت طيب يا بابا وعيد سعيد عليك. وانت طيب يا عفريت. ايه ده، هو مش مبتسم ليه؟ بقول لك يا بابا. قول يا عفريت عايز ايه. بص يا بابا، انا عارف ان لانجو كلمك وانت قلت له مش هجيب لحد لبس خالص. لما انت عارف جاي عايز ايه؟ هدي نفسك يا بابا احسن يجيلك سجق. يجيلي ايه؟ سجق يعني بعد السل، بعد السل يعني. سكر يا بابا، اصل انا بقيت فزاح في الانجليزي، بسم الله ما شاء الله. طيب يا زفت. طيب ايه يا بابا، اوعى تكون زعلت. لا خلاص مش زعلان. طيب يا بابا، بما انك مش زعلان عايز اتفق معاك على حاجه. حاجتي يا عفريت. طب انا اتفقت انا واخواتي ان انت هتجيب لي لبس العيد المره دي، وهم بقى تجيب لهم الاعياد الجايه. يعني اخواتك عارفين الكلام ده؟ ايوه يا بابا، وهم اللي قالوا لي لو عرفت تخلي بابا يجيب لك واحنا مش مهم. بس على فكره يا بابا، هم عندهم لبس كتير قوي. ما انا علشان كده مش هجيب لهم. الله عليك يا بابا، وربنا يخليك ليا. بقول لك ايه، هو العفريت معقول يقنع بابا؟ يا ست يقنع بابا ازاي بس؟ مستبالكولي؟ ليه؟ هو بابا وافق يعني؟ ايوه وافق. بجد يا عفريت؟ طب والله انت برنس. ما انا عارف اني بلنس. امسك يا عفريت. يا لهوي، معقول جبتلي لبس العيد بالصلعه دي يا بابا؟ هات. ايوه يا عفريت، مبروك عليك. مبروك يا عفريت. قشط عليك يا عفريت. ايه ده، امال فين اللبس بتاعي؟ وانا كمان يا بابا. يا نهار اسود، انا ماليش دعوه، المهم جبت اللبس. هو انتوا مش اتفقتوا مع بعض ان العفريت هو اللي هيجيب؟ لا ما اتفقناش، ده قال لنا بابا وافق انه يجيب لنا لبس. ايوه يا بابا، هو ده اللي حصل. يا لهوي، مظلوم يا بابا، ما تصدقهمش.